درس بتاعنا النهارده ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب، طب يعني ايه ضمائر؟ الضمير ده يا ولاد اسم. طب اسم ايه؟ اسم بيدل على متكلم زي انا او نحن، او على ضمير غائب زي ما خدتوه قبل كده اللي هو هي هما هم هن، او ضمائر المخاطب اللي هي درسنا النهارده. طب بالنسبه عرفنا يعني ايه ضمائر المخاطب. الخطاب يعني ايه؟ الخطاب يعني الحديث. الخطاب يعني الحديث. ضمائر المخاطب دي بستخدمها لما يكون الشخص او الاشخاص قدامي، الشخص او الاشخاص قدامي. طيب ايه هي ضمائر المخاطب دي؟ تعالوا نعرف مع بعض قصه حلوه قوي. المفرد للمؤنث زي انتي